السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في لقاء متجدد مع صباح الخير يا كويت. نلتقيكم اليوم في وقت واصل كوفيد 19 زحفة دون هوادة وارتفاع إصاباته دون رحمة وحصاد لضحايا دون توقف. مشاهدينا، لو لم نستطع قراءة هذه الأرقام ودلالاتها بصورة جيدة فبالتأكيد هناك خلل في تعاملنا مع الموضوع. هذا الخلل ليس إجرائيا أو تنفيذيا، ولكنه خلل في الوعي بخطورة الأوضاع. لا نريد التخويف أو التهويل، لكن هذا هو الأمر الواقع الآن. وكما ندعو الله أن يرفع عنا هذا الوباء، ندعوه أيضا أن يعيننا على رفع الأخذ بأسباب رفع الوعي باعتباره السلاح الأقوى حاليا في مواجهة هذا الوباء. وصبح على زميلتي منى، أقول لها صباحك بالخير. صباح النور لك هاشم، وصباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعين صباح الخير يا كويت في حلقة جديدة ولقاء جديد. نحن الآن في هذه الفترة نعتبر في مفترق طرق يغلب عليه تجاهل لما قد تؤول إليه الأوضاع مع هذا الوباء مستقبلا، في ظل استمرار اللامبالاة بخطورته من البعض والأخذ بالاحتياطات الصحية والتدابير الاحترازية التي تتطلب أو لا تتطلب منا الكثير، وأيضا عدم التوصل إلى لقاح حتى الآن. هذا الإهمال من البعض نتيجته غير محمودة العواقب. لذلك الرجاء، كل الرجاء، النظر بعين الاعتبار للإجراءات الوقائية والصحية الواجب اتباعها، خاصة في هذه الفترة، فترة تغيير الفصول وانتشار الأمراض الموسمية. مثل ما عودناكم في البداية، خلينا نتابع حالة الطقس لليوم وباقي أيام الأسبوع مع زميلنا ضرار العلي. صباح الخير ضرار. صباح الخير منيا، وصباح الخير هاشم، وصبح بالخير على المشاهدين الكرام. درجات الحرارة بانخفاض مثل ما احنا ملاحظين، خاصة فترة ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الأولى. لتفاصيل أكثر حول الطقس المتوقع خلال اليوم والأيام القادمة تابعونا بعد هذا الفاصل. صباح الخير مشاهدينا، الطقس الحالي في مدينة الكويت، الطقس معتدل حاليا، درجة الحرارة 26 درجة مئوية والرطوبة النسبية 25%، الرياح حاليا غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، تقريبا سرعتها 6 كيلومتر في الساعة. ونلاحظ السماء صافية على الشاشة، وأيضا الرؤية الأفقية حاليا ممتازة، تقريبا ما بين 9 إلى 10 كيلو. من المتوقع نهار هذا اليوم إن شاء الله راح يكون طقس حار نسبيا، خاصة فترة الظهر، درجة الحرارة العظمى المتوقعة 36 درجة مئوية، الرياح راح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. استمرار الرياح الجنوبية إلى جنوبية غربية راح تكون خلال المساء، تنخفض درجات الحرارة لتصل الصغرى إلى 17 درجة مئوية. أما الرياح فراح تكون أيضا خفيفة متغلبة الاتجاه، خفيفة سرعة إلى معتدلة، تكون سرعتها ما بين 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أما حالة البحر المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، راح يكون البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام. المد الأول بإذن الله الساعة 28 دقيقة من مساء اليوم، المد الثاني باكر الصبح بإذن الله الساعة 6:25 دقيقة، الجزر الأول اليوم الساعة 1:05 دقائق الظهر، والجزر الثاني الساعة 1:05 دقائق بعد منتصف هذه الليلة. نيوياكم للقروب، قروب الشمس وأذان المغرب اليوم إن شاء الله الساعة 5:08 دقائق، أما أذان الفجر باكر بإذن الله الساعة 4:37 دقيقة، شروق الشمس باكر الساعة 5:57 دقيقة. نيوياكم من الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة، رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة اليوم وباكر، درجات الحرارة باكر متوقع العظمى أن تصل 37 درجة مئوية، تنخفض الصغرى إلى 17 درجة مئوية. أما ابتداء من يوم الثلاثاء الفجر راح يكون الهواء متغلب الاتجاه إلى شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. اليوم مباشرة أعزائي المشاهدين راح نلاحظ أو راح نحس بالرطوبة شوية زايدة، خاصة على المناطق الساحلية، لكن الرطوبة راح تتلاشى تدريجيا يوم الثلاثاء والأربعاء، هواء شمالي غربي، درجات الحرارة راح تتراوح ما بين 36 إلى 35 درجة مئوية خلال الظهر، ليكون طقس حار نسبي خاصة فترة الظهر.
الظهر، أما بالليل راح يكون الجو معتدل بإذن الله، تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين 17 إلى 16 درجة مئوية، خاصة على المناطق الغربية الصحراوية راح يكون الهواء أو الطقس معتدل، درجات الحرارة راح تكون ما بين 17 إلى 16 درجة مئوية أيضا. كانت هذه النشرة الجوية أعزائي المشاهدين، والله تعالى أعلى وأعلم. والآن العودة إلى الزملاء لتكملة باقي فقرات برنامج صباح الخير يا كويت. حالة المرور والطرق يطلعنا عليها اليوم النقيب عبد الله ابو حسن، ضابط قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، نقول له يعطيك العافية وصبحك بالخير. صبحك الله بالنور والسرور زميلي هاشم، صبح عليك بالخير، كذلك صبح على مشاهدين تلفزيون دولة الكويت وبالأخص متابعين برنامج صباح الخير الكويت. مثل ما تعودنا معكم في كل يوم نتواجد في احد الطرقات، اليوم متواجدين على طريق الشيخ عيسى اللي هو طول امتداد طريق الملك عبد العزيز ما يسمى طريق الفيحيل سابقا باتجاه المدينه، لمشاهده ومراقبه الحركه المروريه ونقل الصوره المباشره لاخواننا قائدي المركبات. ومن خلال تواجدنا في نفس هذا الموقع للاسف شاهد يمكن بعض الامور اللي قد تطرا على الطرقات نتيجه عدم انتباه قائدي المركبات وعدم ترك المسافه الكافيه، قد يعني كان قد يحدث هناك حادث مروري نتيجة هذه الأمور، فبالتالي من الضروري على قائد المركبة ترك المسافة الكافية والانتباه أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق. أما بالنسبة لبقية الطرقات نشاهد من خلال متابعتنا ومراقبتنا لآخر البلاغات كان هناك العديد من البلاغات المرورية، لكن لله الحمد تواجد رجال الأمن وانتشارهم على الطرقات ساعد بشكل كبير الوصول إلى هذه البلاغات وإزاحة المركبات وتسهيل وتنظيم الحركة المرورية في نفس مواقع الحوادث المرورية. وكان من أبرز هذه البلاغات حادث دهس على طريق الدائر الخامس مع تقاطع أبو القاسم، لكن لله الحمد تم إسعاف المصاب وتسهيل وتنظيم الحركة المرورية نفس الموقع. أما بالنسبة للبلاغ الآخر كان هناك تعطل تقاطع أم الهيمان مع طريق الملك عبد العزيز، فبالتالي وصول الفنيين ووصول رجال المرور ساهم في تسهيل وتنظيم الحركة المرورية في نفس هذه المواقع. أما بالنسبة لبقية الطرقات نشاهد من خلال تواجدنا الكثافة المرورية بدأت تزيد تدريجيا وبالأخص على الطرق المؤدية إلى المدينة، ومنها طريق الملك عبد العزيز ومنها طريق الملك فهد، يمكن هذه تعتبر من الطرق الحيوية اللي يستخدمها الكثير من قائدي المركبات بغز اتجاه المدينة، لكن قد يكون هناك طرق بديلة يمكن استخدامها مثل طريق شارع الخليج العربي وطريق الرياض باتجاه المدينة وطريق الغزالي، نوعا ما تخفف الكثافة المرورية أو تستخدمها كطرق بديلة في حال وجود أي عائق على هذه الطرقات أو أي حوادث مرورية قد تحدث في نفس هذه المواقع وتتسبب في الكثافة المرورية. دائما ما نشاهد أن الحوادث المرورية تسبب في كثافة نتيجة عدم تعاون بعض من للأسف من قائدي المركبات ومحاولة وقوفهم ومحاولة تصويرهم لهذه الحوادث، فبالتالي وجب على قائد المركبة يعني إفساح المجال لبقية مستخدمين الطريق وعدم الوقوف وعدم يعني مزاحمة رجال الأمن ورجال المرور في أداء مهامهم وواجبهم في تسهيل وتنظيم الحركة المرورية. كذلك نذكر أن الإدارة العامة للمرور قامت بالعديد من الحملات المرورية على مدار الأسبوع، منها الحملات اللي يتم فيها رصد المخالفين والخارجين عن القانون وضبطهم لحمايتهم وحماية بقية مستخدمين الطريق، وقد تم تسجيل ما يقارب 27900 مخالفة مرورية على مدار أسبوع، وكذلك ضبط ما يقارب 31 حدث وتحويل نيابة الأحداث، وهذا الشيء يحتاج إلى يعني مراقبة تجديد المراقبة من قبل أولياء الأمور على أبنائهم في مثل هذه الفترة، وخاصة بعد تحويل الدراسة إلى الأونلاين، وبالتالي كان صار عندهم هناك وقت فراغ أكثر لي يعني ممارسة هواياتهم وغيرها من الأمور، وبالتالي هذا الشيء قد ينعكس على سلوكهم في استخدامهم المركبات ونوعا ما استخدامهم المركبات وقيادتها دون الحصول على رخصة قيادة، وهذا الشيء اللي أتمنى من أولياء الأمور أن يساهمون في مثل هذه أو تجديد الرقابة على أبنائهم في مثل هذه الفترة. وكذلك تم إحالة ما يقارب 63 شخص إلى الحبس التحفظي اللي هو نظارة المرور نتيجة ارتكابهم المخالفات الجسيمة، فنتمنى من المواطنين والمقيمين في حال مشاهدتهم أي ظاهرة غير سلبية مرورية قد تتسبب في الخطر لمستخدمين الطريق على طول الإبلاغ
او الاتصال على هاتف طوارئ 112 وابلاغ غرفه عمليات وزاره الداخليه. وان شاء الله وزاره الداخليه ستقوم في الواجب في ارسال الدوريات وضبط المخالفين والخارجين للقانون وتامين الطرقات لبقيه المستخدمين. هذا ما نتمناه دائما وابدا، نتمنى دائما التعاون مع اخوانكم رجال المرور المتواجدين بالطرقات لتقديم المساعده ولتسهيل وتنظيم الحركه المروريه. اتمنى لكم دائما الوصول امن الى مقر اعمالكم، ونرجع اجمالنا بالاستديو استكمال بقيه فقرات برنامج صباح الخير. حياكم الله من جديد مشاهدينا، ناخذكم في جولة سريعة مع أبرز ما جاء في الصحافة المحلية من عناوين، نبتديها مع جريدة الجريدة. الترشح لانتخابات الأمة يبدأ غدا ويستمر حتى 4 نوفمبر. أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من صباح غد الاثنين، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر المقبل. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة أن هذا الإعلان يأتي وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له. الخبر الثاني من جريدة القبس، كبار السن وعي والتزام. من اللافت أن كبار السن يضربون أروع الأمثلة في المجتمع عبر التزامهم بالاحترازات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، فتجدهم في الأسواق والجمعيات وغيرها من الأماكن العامة قد التزموا بالكمامات. ليتنا جميعا نحذو حذوهم. جريدة الرأي، الإطفاء تدشن 12 خدمة إلكترونية جديدة اليوم. أعلن مدير إدارة مركز نظم المعلومات في قوة الإطفاء العام العميد محمد القحطاني عن تدشين 12 خدمة جديدة عبر موقع البوابة الإلكترونية التابع لقوة الإطفاء العام، لكي يستفيد منها المراجعين اعتبارا من اليوم. جريدة النهار، طارق الشيخ، شراكة الأمم المتحدة مع الكويت أرست الدبلوماسية. أشاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ بالشراكة الطويلة الأمد والعلاقات بين دولة الكويت والأمم المتحدة وتعاونهما لحل القضايا العربية والإقليمية والعالمية، مما أرسى أسس مفهوم الدبلوماسية الوقائية والاعتدال، حيث أثمرت في أحلك الظروف دعم الإصلاح ومحاربة الفساد وإرساء دعائم التنمية المستدامة والسلام وحقوق الإنسان. خبرنا الأخير من جريدة الكويتية، المؤسسات الكويتية تواصل مسيرة العمل الإنساني. على خطى المسيرة التي وضعها قائد الإنسانية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، واصلت دولة الكويت مشوارها الإنساني الذي تتوجه به إلى مختلف أنحاء العالم وتمد يد العون إلى كل محتاج. بهذا انتهت جولتنا في الصحافة المحلية، أبرز ما جاء في منصات التواصل الاجتماعي مع إيمان بعد الفاصل. حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يضع ثقته الكبيرة بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ليسنده وليا للعهد. عضيد يعين ويشارك سموه حمل الأمانة والنهضة بالبلاد والاستمرار بشموخها بين الأمم. صباح عليكم مشاهدين كويت ترندز، بيوم جديد يجمعنا معكم وننقل لكم في أهم ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي. ورح نسجل معكم جولتنا مع حساب وزارة الداخلية عبر تويتر اللي نشر بيان بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة وأهم الإجراءات المتبعة. خلينا نشوف معكم التفاصيل معكم على الشاشة. أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات
أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وبناء على المرسوم الصادر بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يصر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشح لعضوية مجلس الأمة من الناخبين الكرام، مراعاة شروط الترشيح المدرجة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، علما بأن باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة سيفتح اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 26 من الشهر الجاري، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 4 من شهر نوفمبر في مدرسة خولة المشتركة الكائنة في منطقة الشويخ السكنية. وعلى المرشحين ضرورة اتباع الإجراءات والإشتراطات الصحية عند التقديم. مشاهدينا، تسهيلا منهم على مراجعينهم الكرام، أعلنت قوة الإطفاء العام عبر حسابها على موقع تويتر عن إطلاقها مجموعة من الخدمات الجديدة. لمزيد من التفاصيل خلينا نشوف معكم التغريدة على الشاشة. قوة الإطفاء تدشن 12 خدمة إلكترونية جديدة عبر الموابة الإلكترونية ابتداء من اليوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020 لكي يستفيد منها المراجعين، وتشمل ما يلي مذكور على الشاشة. ما زلنا نشوف معكم التغريدة على الشاشة اللي تم تداولها في تويتر وأيضا في منصات التواصل الاجتماعي. ننتقل معكم إلى خبر آخر، ورصدنا لكم تفاعل العالم أمس مع الذكرى 75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، حيث شارك وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مشيدين بالدور الرائد اللي تقوم فيه المنظمة. هنشوف معكم التفاصيل على الشاشة. اليوم هو يوم الأمم المتحدة والذي يحتفل به العالم باعتباره الذكرى السنوية لبدء إنفاذ ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945، وبعد مرور 75 عام على إنشاء الأمم المتحدة يبقى ميثاقها بقدر أهميته كما كان دائما، وتجدد دولة الكويت التزامها القوي بمقاصد ومبادئ الميثاق. وبنختم بريحة مسك رحاب الحرم المكي من حساب رئاسة شؤون الحرمين بتويتر، واستقبال المصلين ضمن خطة العودة التدريجية في مرحلتها الثالثة لأداء أول جمعة بالمسجد الحرام وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية. مشاهد المصلين آمنين من البلد الأمين. خنشوف معكم الفيديو على الشاشة. وصلنا معكم لختام جولتنا، نترككم مع باقي فقرات صباح الخير يا كويت، تابعونا. مشاهدي الكرام، نصب عليكم الخير، نصب على الزملاء في الاستديو مثل ما احنا نعودكم دائما في لقاءاتنا وجولات. نحن اليوم موجودين في مشروع منطقة المطلع الجديد والذي يضم بما يقارب 28,288 وحدة سكنية قسيمة موجودة، وبتوجيهات من معالي وزير الأشغال وزير الدولة شؤون الأسكان الدكتورة رنا الفارس، يعني أعطت توجيهاتها للجهات المسؤولة في هذا المشروع للاستلام الابتدائي للمرحلة الأولى، والتي تضم 12,177 قسيمة من قطاع N6 حتى قطاع N11. راح نتكلم إن شاء الله بعد قليل مع المهندس فاضل حسن، مهندس المقيم ومشروع البنية التحتية لمدينة المطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. تابعونا إن شاء الله بعد قليل مع المهندس فاضل حسن في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. الآن نرجع إلى الزملاء لتكملة فقرات برنامج صباح الخير، لكم الهواء. سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، سند وعون، عضد قوي أمين، يرعى نهضتنا مع قائد مسيرتنا
لتواصل البلاد تحقيق الرؤى والتطلعات. مع تغير الفصول تزداد الإصابة بالأمراض التنفسية، تتعدد الطرق والسبل والوسائل المتبعة للوقاية والتخلص والحد من تلك المشكلات التي تصيب الجهاز التنفسي، ومنها الإنفلونزا والرشح والحساسية ومؤخرا كوفيد 19 يا منية. بالتأكيد هاشم، وكما نعلم جميعا يجب الحرص على الحد من الإصابة بمثل تلك الأمراض والتي تلعب دورا كبيرا في العديد من المشاكل الصحية كتأثيرها الكبير على مكونات الجسم، وأيضا تتزامن مع توقيت انتشار كوفيد 19 المتفشي عالميا. راح نتكلم بشكل أكبر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ الدكتور ناصر بهبهاني، استشاري أمراض الصدر والجهاز التنفسي. صباح الخير دكتور. صباح النور أخت منية، وأرحب فيها وفي زميلتي الأخ هاشم وفي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. مشكورين على الاستضافة، ونصبح بالخير على كل أهل الكويت والمشاهدين في كل أقطار العالم إن شاء الله. يصبحك بمثل دكتور، الشتاء الحين على الأبواب، شلون تشوف خطورة الأمراض المتفشية خلال هالفترة مو بس كوفيد 19؟ طبعاً الآن إحنا في مرحلة انتقال اللي هو ما بين خلينا نقول الخريف والشتاء، ودائما في فصل الخريف في هناك بالكويت مجموعه من العوامل تزيد احتمالات امراض الجهاز التنفسي. احد هذه العوامل هي الحساسيه، وبالذات نذكر حساسيه الانف التي تزيد في هذا الفصل، وهي العطاس والحكة بالانف، وايضا التهابات الجهاز التنفسي بشكل عام والفيروسات. ولكن أمانة أقولها بكل شفافية أن كورونا وكوفيد 19 هو سيد الموقف، هو القوة الكبرى التي تهيمن على على أمراض الجهاز التنفسي بشكل عام. بالنسبة والتناسب، نعم نحن في مرحلة عادة تزيد الأمراض الثانية، ولكن في هذه السنة هي سنة استثنائية لأن ما يزال كورونا هو سيد الموقف. بالتأكيد، مع تعدد أمراض الجهاز التنفسي وتشابه الأعراض، ما الذي يجب أن يفعله أي شخص يشعر بأعراض في الجهاز التنفسي في هذا الوقت؟ راح أحاول أغطي جزئية تشابه الأعراض، وبعدين ما الذي ممكن يفعله المريض. اولا احنا كاطباء وايضا كناس من الصعب جدا خصوصا في بدايه الاعراض ان الواحد يفرق هل هذه اعراض كورونا او كوفيد 19 او هي اعراض اخرى، لان هناك في تشابه كبير ما بين هذه الاعراض وما بين ما نعرفه عند الناس اللي هو النشله العاديه او الانفلونزا اللي نقصد فيه فيروس الانفلونزا. فعندما يبدأ الشخص في ظهور أي من الأعراض اللي راح أذكرها الحين، اللي هي الانسداد بالأنف، تغير حاسة الشم اللي نسميه بالكويتي التكسر أو آلام العضلات، طبعا ارتفاع درجة الحرارة،
هذه الأعراض الابتدائية، وبعدين تجي الكحة. الشخص اللي يشعر ببداية الأعراض، أهم خطوة يقوم فيها هو عزل نفسه خلال الفترة الأولى، عزل نفسه عن أهله، عن أهلي. الخطوة الثانية الاتصال في الخط الساخن لوزارة الصحة لأخذ المعلومات، وأيضا لترتيب عملية المسحة. هذه هي أهم خطوة ممكن بعدين نتطرق ما المفروض أن يعمل مخالطي، لأن أو ما يعمل الإنسان خلال أول يومين ثلاثة أيام من المرض هي تحدد هل ممكن حصر الأعراض هذه في نفسه وفي محيطه، أو هل هو ساهم في انتشار هذا الفيروس. فهذه أهم خطوة يعمل. ما يروح مثل أي وقت ثاني يروح المستوصف الفلاني، يروح المستشفى الفلاني، يروح، لا، لازم يعزل نفسه ويأخذ المشهورة عن طريق الخط الهاتفي الساخن ويعمل المسحة. هذه أهم شيء. ونتكلم عن المخالطين إذا حبيته بعدين إن شاء الله. دكتور، ليش تكون أعراض أمراض الجهاز التنفسي طفيفة عند البعض وخطيرة، يعني حادة الخطورة، عند البعض الآخر، وهذا واضح جدا في كوفيد 19 يعني؟ طبعا هذه الظاهرة أمانة كنا نشوفها من أول حنا كأطباء، يعني كنا نشوف نفس الميكروب سواء بكتيريا أو فيروس يكون حالة خفيفة جدا عند بعض الناس مثل تجربة H1N1، ويكون حالة شديدة عند ناس ثانيين. وساعات يعني ما في هناك نظرية أو ما في عوامل تعطينا سبب مقنع لهذا الفرق الشاسع في بعض الحالات. فهذا الشيء أيضا موجود في الكورونا أو كوفيد 19. نعيد ونذكر أن 85% من الناس هي أعراضهم خفيفة بحيث ما يحتاجون دخول المستشفى. 15% من الناس أعراضهم شديدة نوعا ما يحتاجون دخول المستشفى، و5% شديدة جدا يحتاجون العناية المركزة. فهذه الأرقام وهذه الإحصائيات هي تشوف طبعا هناك ما يسمى بعوامل خطورة، وأهمها هو العمر، عمر أكثر من 65 سنة. أيضا هناك في الآن وضح أن المشكلة تكون عند الرجال أشد من النساء، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة. لما هذيل الناس لا يستطيعون تحمل مضاعفات هذا الفيروس، ولا يعني أن الشباب أو العمر الصغير لا يمكن أن تكون إصابتهم شديدة. نعم، في كثير من الشباب والعمر الصغير للأسف تكون إصابتهم شديدة، ولكن كنسبة وتناسب الناس اللي ذكرناهم قدرة تحملهم على الفيروس تكون أقل، وبالتالي احتمال المضاعفات أكثر. بالتأكيد هذه النقطة راح نعود لها في محور ثاني دكتور لنأخذ تفاصيل أكثر عنها، لكن الحين بنتكلم عن خطورة انتقال الفيروسات المعلقة في الجو وأهمية ارتداء الكمام في هذه الفترة، لأن الكثير يهمل أو يجهل أهمية الكمام. هو أمانة الشيء اللي الناس قد يكون ما يهتمون له أو ما يهتمون فيه كثير، هذه وسيلة مهمة لمنع انتشار الفيروسات بشكل عام، وبالسنة بالذات فيروس كورونا. لأن مثل ما قلنا أن في بداية الأعراض تكون خفيفة، أو حتى تكون إنسان بدون أعراض، فالشخص هذا ما يدري، قد يكون هو رايح الجمعية، قد يكون هو رايح مكان. فارتداء الكمام وبين الطرفين، الطرف اللي قد يكون عنده لا سمح الله إصابة، والطرف المتلقي، والبقاء على التباعد الاجتماعي فترة مسافة مترين، هذه الأشياء، وعدم التجمع بشكل كبير، هذه الأشياء هي كفيلة بالتقليل إلى حد كبير، طبعا مع التزام فيها، هي ظاهرة الانتقال الكبير للفيروسات. مثل ما قلنا، لأن الأشخاص في بداية الأعراض تكون أعراض خفيفة، فما يعرف، قد يكون مخارج. فنعيد ونركز أن هذه هي الوسيلة تقريبا الوحيدة حاليا الموجودة لتقليل الأعداد، يجب الالتزام فيها إلى أن إن شاء الله تزول هذه الجائحة إن شاء الله. دكتور، يثار لغط عن أهمية أخذ التطعيمات، يعني نبي نطمن السادة المشاهدين حول سلامتها وأمنها، هناك مؤيد وهناك معارض للناس اللي حابة تأخذ التطعيمات، فنبي نطمن المشاهدين حول سلامتها وأمنها. أولا أحب أذكر يعني كل الكل أن فكرة التطعيمات
حمت البشرية من أمراض عديدة، خذ الجدري، خذ الحصبة، خذ شلل الأطفال. كفكرة كتطعيم أن أنا أعطي الناس طعم ويكونون مناعة ضد الأمراض المعدية، هذه فكرة صار لها عشرات أو ممكن المئات السنين. لما نأتي حق التطعيمات الموسمية أو تطعيم الإنفلونزا، والآن هو الالتهاب، تطعيم الالتهاب الرئوي، طبعا فكرة التطعيمات هذه سنويا يأخذها ملايين الناس على مستوى العالم، وقبل لا تنزل للأسواق يثبت فعاليتها وأمانها وأمانها. أنا شخصيا أخذ التطعيم الإنفلونزا كل سنة، كل ينصح فيه لجميع الهيئة التمريضية والأطباء. بس هذا النوع من التطعيمات ما زال يعتبر اختياري، لأنه هو الأثر ماله كل سنة، يعني كل سنة يحتاج أنه يتكرر. طبعا هناك بعض الدول وضعتها الآن تقريبا بشكل إجباري، وأنا أنصح الناس خصوصا اللي عمره أكثر من 65 سنة، خصوصا اللي عنده أمراض مزمنة، وأيضا الأطفال أقل من 5 سنوات، التطعيم هذا مفيد، يحمي من فيروس الإنفلونزا، ما له علاقة بكورونا وإنما فيروس الإنفلونزا. وفي هذه السنة أهميته تزداد، لأن قد يكون تزامن فيروس الإنفلونزا زائد كورونا. نعم دكتور، راح أرجع على المحور اللي وقفنا عنده قبل شوية. في بداية موجة كورونا أشارت الدراسات إلى أن فئات عمرية محددة تتأثر دون الأخرى، لكن الحين قاعدين نشوف جميع الفئات، مثل ما ذكرت أنت قبل شوية أن جميع الفئات قاعدة تصاب، وأيضا ممكن تكون إصابات بالغة. فهل هذه آثار الموجة الثانية؟ هل هذا تحور للفيروس؟ طبعا إحنا لازم يعني نحدد أن الفئة اللي قاعد ندرسها ونشوفها شنو هي. لما تأخذ أنت كل المصابين، الحالات الخفيفة والشديدة كلها من بداية الوباء، كل الفئات العمرية موجودة. قد يكون الأطفال نوعا ما كانت أقل، وإنما في حالات، لأن الأطفال ما يخلطون ناس كثير، ولكن كل الفئات العمرية من الشباب إلى متوسط العمر إلى كبار السن. لما تروح تشوف الناس اللي في العناية المركزة، طبعا تكون الفئات ذات الخطورة اللي هو أهم شيء كبار السن أكثر. الآن اللي حاصل، الأعداد زادت على مستوى العالم، فالأعداد لما تزيد على مستوى العالم نسبة الشباب أيضا تزيد. هذا لا يعني بالضرورة أن في تحور للفيروس أو تغير في طبيعة الفيروس. طبعا الفيروسات هذه المعروفة فيروسات الرايبوسومز هي من طبيعتها تتحور بشكل سريع، ولكن تحور بسيط، يعني تغير جيني بسيط، ولكن المسار العام ما زال للفيروس نفسه يأثر على جميع فئات العمرية، ولكن هناك فئات ذات خطورة للمضاعفات وليس فقط الإصابة. دكتور، شلون تشوف خطورة الوضع الوبائي محليا وعالميا، وكما حذرت منظمة الصحة العالمية بأن الأشهر القادمة راح تكون أكثر صعوبة مع انتشار هذا الوباء؟ طبعا أمانة حنا في بداية الجائحة كنا نحاول، أو الجماعة يحاولون واحد يحط عمر زمني، أنه بعد والله 3 أشهر بعد، اتضح معنا من هذا الأمر صعب جدا، ما نقدر نحط أي عمر زمني. فالوضع اللي نشوفه أن الوضع راح يستمر إلى فترة، أمانة الله العالم مش كثر، ولكن أقل شيء 6 أشهر أو أكثر. فالوضع الوبائي بشكل عام للأسف ليس جيد، وعدد الحالات قاعد تزيد على مستوى العالم، وإحنا بالكويت ليس في منأى عن هذه المشكلة. فالشغلات اللي نقدر نسويها عشان نحمي أنفسنا، الالتزام في لبس الكمام، عدم التجمعات، التباعد الاجتماعي، أخذ التطعيمات الثانية لمنعنا من أمراض ثانية، وفي مع مرور الوقت أتوقع أن اللقاح راح لقاح كورونا راح يكون موجود خلال الأشهر القادمة. فنتمنى مع المناعة المجتمعية ومع توفر اللقاح أن الجائحة هذه تقل حدتها وتختفي إن شاء الله. إن شاء الله، وفعلا مثل ما ذكرت دائما
في أمثلة من هذا الشيء. بالتأكيد هي مسؤولية اجتماعية. وكل الشكر لك ضيفنا الأستاذ دكتور ناصر بهبهاني، استشاري أمراض الصدر والجهاز التنفسي. مشاهدينا خلينا ننتقل إلى زميلنا نجيب القحطاني، متواجد اليوم في مشروع مدينة المطلع السكنية. بعد الفاصل. مشاهدي الكرام، نصبح عليكم الخير، نصبح على منيا وعلى هاشم وعلى كل شاهدنا على الشاشة الفضائية الكويتية. ومثل ما احنا قبل قليل بلغناكم ان احنا موجودين في مشروع المطلع السكني الجديد، والذي يعني يحتوي على 28288 قسيمة، وبتوجيهات من معالي وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الأسكان الدكتور رنا الفارس، راح يكون ان شاء الله الاستلام الابتدائي للمرحلة الاولى، والتي تضم 12177 قسيمة من قطاع 6 حتى قطاع 11. راح نتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع معنا المهندس فاضل حسين، مهندس المقيم بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهو يعني المسؤول عن مشروع البنية التحتية لمدينة المطلع. مهندس، أول شيء نقول لكم يعطيكم العافية وعساكم على القوة، وإحنا معاكم ببداية هذا المشروع حتى الاستلام الابتدائي للمرحلة الأولى، حتى نوضح للمشاهد الكريم ما هي يعني الإجراءات للتسليم الابتدائي لمشروع المطلع السكني. صبحكم الله بالخير، يا هلا في مشاهدين تلفزيون الكويت، وهلا فيك أخوي نجيب. طبعا مثل ما تفضل حضرتك قلت أنه في توجيهات من معالي وزيرة الأشغال ووزيرة الأسكان، بتوجيهات أيضا من سمو رئيس مجلس الوزراء. فإحنا ابتدينا إجراءات تسليم المرحلة الأولى في تاريخ 20/10/2020، تم انعقاد لجنة الاستلام ابتدائي، والاستلام كان يشمل الضواحي في المرحلة الأولى. ممكن احنا هني نشرح على المخطط هذا. هذه طبعا مدينة المطلع من N1 إلى N12، اللي في الجزء اللي باللون الأصفر هذا اللي هي 12177 قسيمة للضواحي من N6 وN8 وضاحية N9 وضاحية N10 وأيضا N11، وأيضا الجزء الشمالي من N7 واضح هنا، هذه الضاحية N7 الجزء الشمالي منها في اللون الأصفر هذا يبين اللي هو الجزء اللي تم استلامه جاهز بالقسائم المرحلة الأولى. أما اللون الأخضر هذه فهي المرحلة الثانية من المشروع، وإحنا الآن نعمل على استكمال أعمال المشروع في المرحلة الثانية في وقت لاحق، سيحدد لاحقا في حين جاهزية الأعمال المرحلة الثانية اللي هي N5 وN7 وN12. مهندس، المرحلة الأولى هي يعني تكون من 12177 قسيمة، والمرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية مثل ما قلت حضرتك أن المشروع كله 18519 قسيمة، ف 12177 في المرحلة الأولى، والباقي 6342 قسيمة، يعني تقريبا الباقي النصف من المرحلة. يعني المرحلة الأولى أكبر من المرحلة الثانية، واللي باقي 6342 قسيمة. ممتاز. مهندس، خلينا نتكلم عن اللجنة التي أشرفت على الاستلام الابتدائي. طبعا اللجنة تم عقد اجتماعها في تاريخ 20/10/2020 في يوم الثلاثاء، وكانت اللجنة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبالإضافة إلى جهات أخرى شاركتنا في اللجنة، هيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال العامة، وكذلك الإدارة العامة للمرور هندسة الطرق. هذيل اللجان بالإضافة إلى إدارة التصميم وإدارة التخطيط من المؤسسة. نتكلم عن كذلك عن الخدمات التي تم تنفيذها والجهات يعني شاركت معك في تنفيذ هذا المشروع. أي نعم نعم، الخدمات اللي تم تنفيذها شبكة الطرق بجميع أنواع الطرق الداخلية ومواقف السيارات والدوارات، وهذا طبعا المشروع يشمل الطرق الداخلية. وكذلك تضمن المشروع أعمال شبكة مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي لجميع القسائم، وكذلك عبارات الكهرباء، وأيضا شبكة الري، بالإضافة إلى
تحديد القسائم وأعمال الترابية، التسوية الترابية في المشروع. وانت مثل ما احنا عارفين مدينة المطلع من يعني مدينة صخرية، واستعملت فيها يعني أكبر كمية من المتفجرات، بالإضافة إلى الخرسانة اللي موجودة، بالإضافة إلى الكابلات الكهربائية، البنية التحتية. نعم نعم، مثل ما تفضلت كان نوعية التربة في المطلع تقريبا قاسية وتعتبر مثل ما تسميها صخرية، لكن يعني عشان عندنا كان مشروع وضخم جدا، فتعاون وزارة الداخلية مشكورين إدارة المتفجرات، وقمنا بجلب متفجرات، وللإسراع يعني الاختيار هذا كان لإسراع الأعمال وتفتيت التربة. يعني احنا ممكن نستخدم المعدات اللي موجوده، لكن كانت تستغرق وقت طويل، وحرصا على المشروع انه ينتهي بوقت اقصر، فتم استخدام المتفجرات وتفتيت التربه. بالاضافه قلت لك مثل ما قلت لك كان تعاون كبير من وزاره الداخليه، والحمد لله يعني انتهت اعمال التفجيرات دون اي اصابات والحمد لله. مهندس فاضل حسين، مهندس المقيم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لو نتكلم عن المحولات اللي موجودة، الخدمات اللي موجودة، الأماكن اللي موجودة، يعني بالمنطقة اللي راح يكون إن شاء الله في الاستلام الابتدائي للمرحلة الأولى. أي نعم نعم، مثل ما قلنا المرحلة الأولى اللي هي من N6 إلى N11، فإحنا ممكن بالمخطط هذا في واضح عندنا N8 باللون الأصفر القسائم. يعني نلاحظ في المخطط هنا ان هذه الضاحيه N8 شكلها مميز، يقع هنا مركز الضاحيه اللي يشمل فيه السوق المركزي والخدمات، مسجد الجامع والمستوصف والمخفر الشرطه، بالاضافه الى مركز شباب والخدمات اللي للسكان هنا، بعض في مدارس هنا ايضا، وكذلك نشوف ان في توزيع للمباني العامة في أركان الضاحية نفسها، والضاحية مقسمة إلى قطع. نلاحظ هنا أن الكثير من البيوت وقسائم المواطنين أن هذه القسائم تتميز في ارتدادات، يعني أقل ارتداد عندنا هنا 9 أمتار، يعني هذا شيء مميز، وايضا كذلك العديد من الارتدادات اللي تحويها، وتوزيع نلاحظ ان التصميم جدا جدا ممتاز، بحيث انه وزع المباني ليست يعني في كتله واحده، في اكثر من مكان، وبالاضافه الى توزيع للحدائق. وايضا لاحظ ان توزيع المحولات الكهربائيه اللي هي تشملها ايضا المشروع في موزعه بشكل ممتاز. نعم. في المشروع. نعم مهندس، ما شاء الله يعني مشروع جميل جدا، نتمنى ان شاء الله من اللي ان شاء الله عندهم يعني راح يحصلون على القسائم اللي ان شاء الله يعني خلال الفتره القادمه يكون ان شاء الله مستلمين قسائمهم. نشكر المهندس فاضل حسين، مهندس المقيم بالمؤسسه العامه للرعايه السكنيه، كذلك نشكر اداره العلاقات العامه في المؤسسه العامه للرعايه السكنيه يعني وصول ووجود برنامج صباح الخير في هذا المشروع لتوضيحه للمشاهدين الكرام عن القسائم اللي موجوده. راح نرجع للزملاء لهاشم والى مني لتكمله فقرات برنامج صباح الخير، لكم الهواء تفضلوا. وصلنا معكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى ان فقراتنا حازت على اعجابكم ورضاكم، نقول لكم تابعونا بنفس التوقيت ان شاء الله يوم غد باذن الله. دمتم في امان الله ومع السلامه.